يا واش الدراري، معكم الياس فيديو جديد. المهم بغيت نقول شكرا على السيبورت اللي كان في الفيديو اللي قبل، وكما وصلوني بزاف ديال الميساجات الياس دير لنا توتوريال ديال البلونش. المهم دابا غادي نديرو توتوريال ديال سترادل، فهمتي سترادل اللي هي هذه كما كتشوفوا، عاد موراها كيجي فول بلونش. دابا غنديرو هاد التوتوريال ديال سترادل، نخليكم مع افضل اكزرسايز اللي درت انا باش ديت سترادل. وقبل ما نبداو هادشي كامل بغيت نقول لك خلي معاك واحد ابوني ودير معاك لايك باش وفعل الجرس باش اي حاجه اللي حتى توصلك، حيت انا نبداو هاد الفقره هادي ديال التعليمات وخاصني فيها السيبورت باش نزيد له حليب. المهم قبل ما نبدا التعليمات ديال سترادل بونش، اهم حاجه خاصكم ديروا هي التسخينات. خاص تسخن الوريس ديالك، الميسان ديالك تسخنوا قبل من كل تمرين، عندك ما بين 10 دقائق حتى 15 دقيقه ديال التسخينات. ممكنين بزاف الحركات ديال التسخينات كما كتشوفوا كما هادو. المهم كتسخنوا بين 10 حتى 15 دقيقه عاد كتدخل على التمارين اللي غادي تشوفوا في هذا الفيديو، حيت لما سخنتيش تقدر يجيوك شي اصابات، حيت اكثريه ديال لي زاتليت اللي كتجيهم اصابات بسبب هذه البلاصه كيصدق حابس بها مده 3 شهور ولا اكثر، فهمتي. اللهم تجنب هذا الشيء، دير التسخينات ديالك 10 دقائق ولا 15 دقيقه ما تخسر والو. يا الدراري، المهم اول حركه هي عندنا هي لين بلانش. لين بلانش كما تشوفوا هي اللي غندير دابا، غنوريكم كيفاش خاصك ديرها ونوريكم اللي ما خاصكش دير، فهمتي الاغلاط اللي كديروا فيها. المهم اول حاجه هي هذه، اول حاجه كتحط يديك بحال هكا ورجليك كتحطهم بحال هكا، موراها كتدخل كامل كتدخل داخل باش تبقى مهول دي بحال عاوتاني رجع. هادي هي اللين بلانش. ومن الاغلاط الشائعه اللي كيديروا بزاف اللي ما خاصكش دير، يدخل بحال هكا. اول حاجه يديك ما خاصكش تكون تهنا، فهمتي، ديما يديك مسرحه ما ديرش بحال هكا. هذه الحركه هذه غلطه وما تفيدك في والو، فهمتي. ديما دخل يديك مسرحه، فوكسي على هادو، خاصها تكون مسرحه ما تكونش متنيه، مسرحه. ويديك ما ديرش لها بحال هكا، المهم هكا بحال هكا 180 درجه. وفاش تدخل ما تدخلش خاوي ظهرك، ما ديرش بحال هكا. هاد اللعيبه حتى هي اللعيبه ديال دخول خاوي ظهرك حتى هي ما محسوباش، فهمتي. اهم حاجه خاصك دير داك الشيء بطريقه صحيحه الا بغيتي دوز المستوى الاخر، خاصك دير بحال هكا. هادي صحيح، رجليك ديما مسرحه ما تنيهاش، ديما مسرحه بحال هكا وكتزيد لقدام. مورا ما كدير لين بلانش كتجي الحركه الثانيه اللي خاصك ديرها اللي هي توك بلانش، اللي هي هادي. المهم كما كتشوفوا راه ساهله، هاك تدخل وركابيك كتجيبو من صدرك وكتبقى مهولي تما. وكاين الاكزرسيس الثالث اللي هو هذا، الا بغيتي تقصح كتافك ويعاونك بزاف، حيت اهم حاجه في البلونش عندك هي الكتاف، اهم حاجه. سو هاد الاكزرسيس هذا غادي يعاونك بزاف باش تقصح كتافك. كما كتشوفوا دير راسك بحال دير تراكسيون وغادي تجر رجليك تقربهم ليديك وهبط وطلع. المهم الدراري دابا غنخليكم مع التمارين اللي باقيين. المهم انت غادي دير هذا الاكزرسايز كما كتشوف، ما ديرش الاغلاط اللي قلت لك. المهم اهم حاجه ما تنيش يديك ديما خصها تكون مسرحه، ما تنيهاش كاع. المهم كما شرحت لك في الاول طبق داك الشيء كما هو كما في الفيديو ديرو وغادي تعطيك نتيجه زوينه. المهم نخليكم مع التمارين ديال دابا وكما شتيهم كما طبقهم.
المهم الدراري كيما شفتوا في هاد التمارين تسولني شحال خصني ندير فيهم وشحال مره نعاودهم. المهم دير الماكسيموم ديالك في كل سيريه، دير الماكسيموم ديالك وعاودهم. انا بعد البروغرام اللي كنت كندير مثلا كندير الماكس ديالي وكنعاود خمسات المرات وكندوز التمرين الاخر، فهمتي؟ انت شوف انا مستوى فيه دابا حاليا تقدر ديرو، وبقى تعاود وبقى تعاود وبقى تعاود وتطلع في النيفو، فهمتي؟ باش تطلع في النيفو دوز التمرين الاخر. المهم انا ندير لكم التمارين بالترتيب، واهم حاجه خاصك دير هي ما ديرش داكشي غلط كما قلت لكم، ما ديرش غلط كما كتشوف في الفيديو. المهم عرفتي احسن حاجه تقدر دير هي حط التليفون ودير داك التمرين، فهمتي؟ وشوف راسك كيفاش كديرو وقارنو مع ديالي، خاصو يكونوا بحال باش تعطيك نتيجه احسن. المهم هذا هو احسن حاجه نقدر نقول لك، هي خاصك دير داكشي كما كتشوف في الفيديو الا بغيتي تطلع النيفو. وراه استراد البلونش راه انا تسولني شحال بقيت باش شديتها، انا شديت استراد البلونش شديتها في ديك 3 شهور ومع شهرين باش ولات عندي استراد البلونش ناضي كلين كما كتشوفوا دابا كلين. ولكن تقدر تشدها ماشي كلين، غتشدها في ديك شهر بحال هكاك. هادشي اللي نقدر نقول لك حاليا، وهي على حسب الجينيتيك ديالك. مثلا كان عندك جينيتيك زوين تقدر تشدها في كاع جوج سيمانات ثلاثة سيمانات، كاين شي دراري شدوها في جوج سيمانات، سوي على حسب الجينيتيك ديالك. والتمارين اللي شفتو دابا راه هما اللي كاينين، حاول ديرهم مزيان وغادي تعطيك نتيجة أفضل. المهم ما تنساوش الدراري تخليو معاكم سبسكرايب ولايك وتسيبورطيوني باش نلوح لكم فيديوهات بزاف، وكتبوا لي في كومونتيرات إنا إكزارسيس بغيت ندير لكم في الحلقة الجاية، إنا حركة بغيتو تشدو، وبيس. Sing to your heart to find